بما ان ابو ظبي داركم انا قبلت التحدي. يا سلام، قررت اني اكتشف حديقه العين للحياه البريه وايضا سفاري العين. راح اتعشى مع الاسود، انت ايش راح تسوي؟ شاركوا بصوركم وفيديوهاتكم على هاشتاغ ابو ظبي داركم لتحظوا بفرصه عرضها في صباح الخير يا عرب كل اثنين 11 بتوقيت السعوديه على MBC1.